تجاهلت إيران التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة أمس، وقالت إن بحريتها ستواصل نشاطها في مياه الخليج وبحر عمان. التصريحات الإيرانية جاءت بعد ساعات فقط من تحذير أمريكي صريح ومباشر للقطع البحرية الإيرانية في الخليج بالابتعاد عن القطع العسكرية الأمريكية. الولايات المتحدة قالت إن اقتراب أي زوارق إيرانية لمسافة 100 متر من أي قطع عسكرية أمريكية في الخليج سيقابل برد عسكري فوري. وفي مؤشر على أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يقتصر فقط على مياه الخليج، قال وزير الدفاع الإيراني إن بلاده سترد على أي تهديدات أمريكية لناقلات النفط الإيرانية. جاء ذلك بعد أيام من الحديث عن رصد ناقلات إيرانية محملة بالنفط ومتجهة إلى موانئ في فنزويلا في محاولة لكسر العقوبات التي تريد واشنطن من ورائها منع إيران من تصدير نفطها تماماً. كل تلك التهديدات الكلامية تأتي بعد أيام فقط من استهداف بارجة إيرانية بنيران صديقة أثناء مناورات في الخليج، فيما سبق لعدة أطراف دولية لا سيما أوروبية أن حذرت من أي خطأ قد يتسبب بإشعال مواجهة مباشرة في المنطقة، لا سيما بعد منح الرئيس ترامب الضوء الأخضر للقوة الأمريكية الضاربة بالرد على أي استفزاز إيراني ضد المدمرات الأمريكية في الخليج. مكرم حناوي، العربية.